تحية طيبة لكم محبتي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج شو تحب. اليوم ضيفنا في هذه الحلقة نجم رائع قدم أجمل الأعمال الدرامية وبقى اسمه راسخ في ذاكرة كل عراقيين. نرحب بي أجمل ترحيب راح تتعرفون عليه من خلال برنامج شو تحب، لكن بعد قليل بعد ما نرحب بيهم للاستمرار راح تعرفون عليه. يتفضل الفنان. تفضل. الاسم الثلاثي واللقب حسون حسون هادي صالح قنو كنو كنو اها شنو سبب كنو؟ يقال يعني انه هو جدنا الكبير السابع الثامن اسمه كرم. لكن هذا الرجل كان من يروح للسوق يتسوق، فقبل لبسهم يصير بي الاردان الاردان منه عريضه، فكان يخلي المسواق يناوي هنا ويمشي هالشكل. فيصيحوا له هلا اجى الكنوي كنوي كنوي. يعني هذا اسم هيك مو عشيره؟ لا العشيره احنا من شمر طوقه والنعم، ومن النجف من طرف المشراق من بيت سعد راضي. والنعم 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 يعني يسمونه المشاهده. المشاهدة مو عشيرة المشاهدة؟ لا المشاهدة يعني الذين قريبين من مشهد الإمام، من مشهد علي الإمام عليه السلام الله يشاهدون الضريح. المشهد يعني هو المشهد الصورة. هسه هاي المشهد قدامنا يعني مثلا إيه طبعا صورة المشهد الإمام، هذا مشهد يعني هذا الفناء مالته، الفناء الروحاني العظيم. صحيح. سلام الله على أمير المؤمنين. يعني شمري من شمر معازيب كل عشائرنا معازيب، ودائما يكونون عطاطي صينيه مثل ما يقولون. والنعم منك. الله يحفظك. الله يعزك. ترى كل عشائرنا كون قلت كل عشائرنا العراقي العراقي يعني كريم كريم بشكل لا يوصف. يعني هسه حتى بالمطاعم من تفوت تلقى مكتوب ممنوع الوير. ممنوع الوير معناها لان ابو المطعم يمل هالقد ما تدفع، هذا ادفع يعني من يجي يلقى بس بالعراق عندنا احنا من تلقى واحد ويا 10 15 واصل ماكو غير دول. لا احنا يعني مثلا يعني عايش بالسويد من 2003 وقبلها بالمغرب من 97. قبل ان تدخل لازم انت متفق. يعني يا برح انا عزمك، انا شايل الاكل اليوم، او انا راح ادفع عن نفسي وانت تدفع عن نفسك. هناك هيك هذا هيك بحيث الطب انت عارف ايش راح تاخذ. احنا هسه مرات استاذ حسن بننطب المطعم، اذا بجيبك مثلا مبلغ يكفي الاكل اللي تاكله ما تطب، تقول خاف اشوف لحد. يا عيني عليك يا عيني عليك، لانه دائما لازم عندك مال بواحد ثاني، مال لازم واحد مال اكثر من واحد. برافو عليك. برافو. يعني هاي برا ماكو هذا الشيء. بس تطلع الحدود العراقيه ما تلقاها باي مكان. صح. واجي اقول لك هذا كرم لحد. احنا ليش نضوج من نشوف بعض الارهاصات، بعض الحالات الشاذه بين المجتمع، بعض المشاكل نضوج؟ لان العراق ابو غيره وابو خير وابو كرم. ليش تصير بيناتنا ارهاصات بين محافظه نتمنى نكون نتكاتف بوجه العملاء واللي يكيدون بينا واللي يكيدون بالعراق واللي ما همهم العراق. وداعتك رسلان، هو احنا مو نضوج ننقهر. اكو فرق دم والله دم. بالقران يعني دم. تحس يعتصر قلبك. ليش انا من اشوف نفسي ما اللي عندي انطي صح روحي صح. زين من انطي روحي ليش بيناتنا هيك دا نتكالب؟ ليش صح لمن ليش حسون؟ بيها قضيه، لانه الوالد سميته حسن هادي. الوالد كان يعني معيل، يريد يطلع نفسه معيل. ما يريد يروح للجيش. اسباب صحيه. ما يريد يروح للجيش، فسوى ابتكر انه عنده ابن اسمه حسن. لا حسون. زين هو ماكو حسون بس حتى ما يروح للجيش. حلو. يعني قبل ما تجي للدنيا. قبل ما اجي، ولهذا انا عمري متاخر سنه. يعني طب بعدين اجيت. ورا السنه انا جيت، فاحتار قال زين شلون اسوي جنسيه جديده لو اخليه على حسون؟ خليه بعد على حسون. فقال على حسون، فبقيت على حسون. واني اساسا يعني 72
مواليدي لكن مشيت على الجنسيه 71 حتى لا تصير مشاكل. طلع اسباب صحيه لو ما طلع. اي ما طلع هاي الحمد لله. 12/2/8 برج الاسد. 2/8 يوم سيء يعتبر. لماذا؟ هو انا دائما حزين من هذا اليوم، دائما بعيد ميلادي ابتعد عنه. سبب الكارثه الكبرى بدخول العراق من خلال هذا المتهور الى الكويت. هذا تاريخ. تاريخ ولهذا التصق بي دائما من يصير عيد ميلادي بانهار. كون بحزن. لانه هو يعتبر انهيار للانسان العراقي حقيقة، ولحد الان قاعد نجني ثمار. ندفع ثمن مغبة فعلة انسان متهور. انسان متهور يعني يمكن احنا قبل شهر او قبل اسابيع يلا طلعونا من البند السابع ما ادري شنو. مليارين دولار أذني كان حتى الأرصفة تكون ذهب. يعني لا يا مليارين أكثر. أكثر أكثر. أكثر, أكثر, أكثر. لا. مليارين دولار. اللي متبقي يمكن كانت. يمكن إيه. لا لأنه هي فوق 30 مليار ما أعرف. رقم مهول. أوف. رقم مهول. هذا ثمن الريوق. يعني قام. هذا والله ريوق أقوى ريوق بالعكس. يا ريت ريوق طلع شاي. يا بالولد راح يشربون يمك شاي. هسه أنت وين إحنا وين الشاي. هذا مبدأ الشقاوات وهذا أخرنا سنين ودفعت. ثمن عوائل مو هو ولا القريبين منه. أهن وعوائلنا أمهاتنا اللي دفعت أولادهن وإحنا هم ندفع هاي الثمن. هسه أنا درست مثلاً مدرسة بها وسائل راحة أو رحلة. لا. والله كنا يعني هسه نذكر مدارس ندرس بيها او حمامات ما يعني مناطق شعبيه تعرف احنا صح. احنا ولد هاي الازقه والمناطق الشعبيه صح. شبعنا ضيم يعني بعض الاحيان للمآسي اللي صارت بالمواطن العراقي طيله هاي ال 18-19 سنه مآسي عظيمه صارت بينا. هناك مثلا من يقول او يترحم على زمن هدام. لكن هو صح وفر التعليم الصح الصحة بشكل صحيح لكن هو ما وصلنا تعليم صح. اسألني ليش راح بس أولا كان مخلي المعلم هو من أشاع الفساد أسلوبه المعلم يعطي 3000 غصبا عليه يحتاج للطالب. احنا خلينا نقول هاي مرحلة دخول الكويت ايه؟ خلينا نقول مرحلة دخول الكويت. لكن احنا نحكي كثمانينات احنا الجيل السبعيني. الكارثة شنو رسلان انه هو كان يأدلجك الى شيء انت ما مقتنع به. اي هي المشكلة. هي يا ريت يعني أدلجك الى شيء انت ما مقتنع به ولهذا كنا مشاكسين جدا بالاشتغال. يعني احنا اتذكر من قدمنا انهيار جدار رابع وصلنا مرحلة نحكي ما بين السطور. ولهذا دائما كان موجود بالفن ان كان مسرح او سينما السلامة الفكرية. لو كان الفنان يشتغل بإيمانه بما يسوي صدام ما كان خلوا شيء اسمه السلامة الفكرية يعني الرقابة. مو صح لأن عليه ما تتخلي إذا صحيح. كلهم ويانا صحيح. ولهذا كان موجود وهذا كان يعذبنا كان يؤذينا. صحيح. كنا نروح إلى ما وراء الكلمة ما وراء السطر. مسقط رأسك العراق النجف هاي يعرفون من أين وتبدأت من خلال السينما 1979. نعم. عمر أيها. شخصية أثرت بها الأستاذ جوار الشكر. تحية لأستاذنا. تحية لأستاذنا الكبير ويا رب يطول بعمره. الله يطول عمره. يكون دائما منجز. أهم منجز بمسيرتك مسلسل ذئاب الليل وهذه الشخصية اللي تركت أثر وانطباع لهذا اليوم. أنا أعتذر أقول أهم شيء أثر يعني أو أهم منجز بمسيرتك. أنا أعتذر لأنه أقول أهم منجز. لأنه لم يأتي بعد ذئاب الليل منجز يساوي على أقل تقدير ذئاب الليل. يعني بالمجمل مو بالمجمل مو إلك حسن هادي. يعني والدليل أنه هذه الشخصية هي مو تصرف شخصي أو علمي من قبلي. أنه الناس فقط تعرف حسن نائل معرفة بشخصيات. مع العلم اجتهدت وقدمت مثلا شخصية أكرم بعمل ضياع في حفر الباطن إخراج الرائع مهدي طالب للعراقية. لكن لم يخدم هذا العمل بالعروض إعلامياً. بالعروض يعني تكرر عرضه أكثر من مرة حتى ترسخ الشخصية وما فعلته. صح صح. حتى الناس خصوصا بهذا الفضاء وكثرة القنوات. أو صح. الشخصية الثانية مثلا اللي أثرت بشكل بسيط جدا يعني هنا نائل. يعني ستعتبر ذئاب الليل أهم عمل عراقي بالنسبة إلي إيه؟ يعني كحسن وجهة نظرك محترمة. لكن أهم عمل عراقي لا هناك تختلف الآراء. آراء صح. إيه يوم بحياتك لن تنساه أكيد الرحمة والخلود لوالدك. يوم وفاة والدي وأنا في الغربة. شعورك
بدقيقة حتى 2006 أنا بالسويد وكنت يعني قريبا قد حصلت على الإقامة صعبة وفي أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليك يا والدي رادود حسيني معروف الله حلو اي نعم اسمه هادي القصاب النجفي الرادود هادي القصاب النجفي من تلامذته الله يرحمه عدنان الطيار من أصدقاء حتى شيخنا الجليل المرحوم الوائلي الله يعني تربيت ببيئة دينية نجفية محبة يعني نجفية أي محبة أي لأهل البيت عليه السلام وحتى يعني المعلومة أو الثقة أو الخزين الثقافي الشفاهي يعني كان من الوالد رحمة يعني الثقافة الله المكتسبة أي طبعا وبالتالي أنه من أنا بالسويد بمالمو وأربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه سلام الله عليه الوالد كان عنده موكف فقرأ بالموكب هذا وأراد أن مثل ما أراد أن يموت قد حصل الله هو مات خادم الحسين وفي أربعينية الحسين وهو يصيح باسم الحسين الله يعني أنا حسب ما وصلني وحتى أعتقد حتى لحيتي كزبرت طالع يعني حتى قناة الفرات هنيالة والله هو هذا الفوز يعني العظيم حسن العاقبة دائما أهلنا شدعون اللهم ارزقنا حسن العاقبة فماكو أحسن من حسن العاقبة أنه واحد يموت بهيك يوم وآخر شيء يقوله اسم الإمام الحسين ولهذا حتى مصور الوقعة مالته بالمنبر أي سموه شهيد المنبر هنيالك فهو نشق باسم الحسين وراح احنا اعتبرناه ما راح هو بعده موجود طبعًا. لانه الحسين ملهم ملهم طبعًا. عظيم وبالتالي تخيل انه من يموت واخر شيء يذكره الحسين نياله فبالعافيه يعني. الله رب العالمين سبحانه وتعالى ليش انطى القيمه للامام الحسين مو لان جد رسول لان هو انطى كل ما يملك فرب صح. العالمين اكرم من الحسين صح. لهذا مرات من نسمع انه زيارته عادل 70 حجه أو زوار الإمام الحسين أنه يدخلون الجنة أو الحسين يزورهم في وفاة هذا إن كلها أشياء أنا بالنسبة إلي كعقيدتي أصدق بيها ليش رغم يطلعون بعض الإعلام يقولون هاي يعني مغالطات وكلام مال بحار الأنوار والعلام المجلس لكن أنا بعقيدتي أصدقها لأن رب العالمين ماكو أكرم منه فالحسين انطى كل شيء لله فرب العالمين أكرم من الحسين فينطي كل شيء لزواره ومحبيه أنا أقول أنت أخذ الأمر ببساطة يعني العائلة البسيطة المتكونة من الأم والأب هؤلاء الناس مثلا لم يتفقهوا بالعلم من الحوزة العلمية أو صح. كذا وبالتالي هم يحجون في فترتهم هسه احنا بالفترة ألم نسمع من خلال الرواة أو الشيوخ أو أصحاب المنابر بأنه توجد مفردة تتكرر دائما ما بين الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله ومع المسلمين فداك أمي وأبي يا رسول الله يا رسول الله هاي مو تتكرر صح. حتى عندنا بالأفلام الأفلام المتفق عليها التاريخية أخذ في المرسالة توجد أكثر من مرة فداك أمي وأبي يا رسول الله طيب من يقول له فداك أمي وأبي يا رسول الله ليش إحنا نقول ليش نشكل على قضية أنه اللي حضرتك هسه قلتها أنه قد بذل وتعتبر 70 حجة طبعا لا ليش نشكل به تعتبر 70 حجة هذا اعتقاد هاي روحانيته اعتقادي صح هذه فطرته هاي مثل ما أنا احترم رأيك وفكرك تحترم فكري هذه فطرتي عقيدتي هاي فطرتي ايه؟ فطرتي اللي أقدر أقول لا والله مو 70 عندي أنا تعادل 100,000 مليون حجة تعادل وشو يعني أحسنت بالعكس أحسنت. فطرة أحسنت فطرة تقبلها مثل ما هي أحسنت نعم. ننتقل إلى فقرة أخرى لكن بعد الفاصل من جديد نرحب بكم وبنجمنا حسن هادي هسه وصلنا على فقره شو تحب اكو اظرف بهاي هاي الواحديه نعتها لنا اي هاي الثلاث اظرف خذ ايضا هذا الازرق تريد الاخضر كيفك يعني انت اللي يعجبك تختار لا يلا هذا حلو يلا اعطيني هسه انا اقرا لك الاشياء البي بعد اذنك استاذ حسن شرفتنا اليوم انت الغالي حبيب الروح السؤال الاول بعد نجوميتك في مسلسل أبو جحيل شو تحب حياتك قبل لو بعد هجرتك قبل هجرت تمام السؤال الثاني عندك بعض المحاولات الإخراجية تحب تكون مخرج على حساب التمثيل
بالآونة الأخيرة بلشت أفضل وصار هو هذا مشروعي لأنه أكو مغالطات كبيرة جدا وأكو توقف زمني يعني ماكو أبديت ماكو بالإخراج؟ لا بالتمثيل بالتمثيل هاي الضالة مالتنا ولهذا الممثل عندنا ديراوح بعده بلشت أنه أول شيء أن يكون بلازمة الدراما هي النص فبلشت بمجموعة ورش مع أصدقاء الشباب الرائعين كتبنا مجموعة نصوص رصينة جدا الحمد لله توفقنا بها والآن المرحلة الثانية هي مرحلة الإخراج بأنه يكون هنالك مشرف حقيقي للممثلين تمام. حتى يأخذون السؤال الثالث شو تحب تمارس من الشعائر الدينية الـ 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 هي طبعا ممكن تطلع الوالد مثلا ترد وراء لطم او تفاصيل يعني والطبخ يعني الوالد كان عنده زرده لازم هذا الرسم هذا زرده يعني حتى كان ما وايضا الاربعينيه جدا تمشي جدا اكو الله حد الان لو بس سابقا لا سابقا ماكو يعني انا طلعت بال 97 بس كانت بالخفي اكو ناس تمشي وهيك بين البساتين لا انا بالزمن البائد يعني كنت اروح بليله 10 عاشوراء البس دجاجتي اخذ خواتي وامارس صلاحياتي جميل. يعني كممثل ككذا واروح بالسياره الى كربلاء وازور رغم انه ممنوع فكانوا بذاك الوقت فقط الباكستانيين مسموح لهم الهنود العراقيين فقط كانوا السدنة أو الموجودين القريبين على لكن أنا لا كنت أروح وكانوا يستوقفوني بس بنجوميتك وأشياء أقول لهم يعني جاي أزور العائلة أزور العائلة وأنا حسن هذه الممثلة فأقول له تفضل أستاذ حلو يعني حلو أستاذ حسن أنت بالحياة العامة ويا الأصدقاء يعني من خلال اللي شفته من خلال اخراجك البرنامج استاذ ديمقراطيه شفتك مره حتى ويا الكادر ويا اصغر واحد الاكبر ما عندك هاي العقد والانا والهاي يعني شخصيه كوميديه لكن بالتمثيل تميل لشخصيه جاده شنو السبب يعني شوف هي شو تحب يعني الشخصيه الجاده الكوميديه انت تحب ما تقدر له ما تقدر عليه يعني حتى تكون موضوعي يعني اكو هواي عندنا فنانين عندهم ملكه الكوميديا الكوميديا صعبه الكوميديا سلاح ذو حدين بيها زمن معين اذا تفوق هذا الزمن او فاق راحت الكوميديا ضاعت واذا نقص ضاعت ولهذا عندي يعني مجموعه شخصيات سويتها عجب ما تقول سويتها مو يعني عايش هنا واذا تريد احكي لك ابويا بالنجف اي حلو لغه اهلنا هدوا العينهم الله يحميهم كل الاهل لغه ولايتي ابويا يعني لا تخلينا اي عايشين اكيد تحياتنا الى بس تعال لنا لهناك وتشوف القيمه والتمن والنعم والنعم معازيم والنعم والنعم فمارست يعني تقريبا او اشتغلت كذا شخصيه كوميديه يعني مثل شخصيه ملك زمانه لمده 20 يوم من راح صديقنا الرائع المخرج حيدر مناثر وهي إنتاجي إلى تونس فأنا أخذت مكانه واشتغلت الشخصية الكوميدية ونجحت بها لكن الحضور عندي أقوى كشخصية درامية أكثر من الشخصية الكوميدية طيب بعد هجرة طويلة رجعت للعراق حبا بالعراق أم صعوبة العيش هناك وشو تحب العيش بالعراق لو بأوروبا بالسويد هو حقيقة العمر احنا مثل ما قلنا دا يمشي انت قلتها الى حوبة هي اختزلت كل شيء اختزلت كل شيء زين انا يعني شارفت على 50 51 ها لا من قبل 2019 ايه صح شارفت على 50 النجومية قد افلت اخر شيء يعني مهم عند الناس كان اعلان حالة حب طيب الوضع هناك بالسويد بلش يأذيني ولهذا صار عندي الكآبة الحادة لأنه أعطيت يعني تقريبا 17 عرض مسرحي ما بين كاتب وممثل ومخرج بالسويد وأيضا حق النجاح طبعا
فيلمين روائية، لكن على مستوى العراق، لكن كلها ما وينها وينها صح. يعني ولا عمل مثلا اجى للعراق لأنه يعتبر العراق من الدول الساخنة ممنوع الذهاب إلى كسويديين، ولا أفلام نتيجي لهنا لأن أكو حقوق والملكية. طيب أنا إلى متى أبقى؟ ولا من الممكن يتغير لون عيني أو يتغير الفونوتيك مال حلقي مال لساني أنه أصير سويدي قح، ولا لون بشرتي يصير أبيض حتى يأخذون هذا الممثل ببطولة أفلام سويدية. صح. طيب هي كل العملية خسرانة. صح. زين الجانب الآخر، في كل سنة أشاهد من 14 إلى 16-17 الدراما نازلة يعني نازلة يعني حرام. يعني جيت تريد تصحح والدراما العربية صاعدة بشكل صاروخ خطير. طيب استاذ حسن خلينا نحكي صراحة، وصلت بدون رتوش، شنو السبب الممثل العراقي هسه مثلا استاذ حسن هسه مثلا قاعد ينام مثلا عطشان، هسه انت من تقول مثلا عطشان يريد مي، شنو السبب من هسه مثلا استاذ حسن يقول يريد مي او مثلا جوعان، مثلا الممثل كل العراقيين يمثلون مثلا اليوم دخلت بازدحام كل عراقي هسه صح لو صح، ليش مثلا قدام الكاميرا سلو موشن يمثلون؟ شنو السبب؟ طبعا اليوم ويسوون هاي ليش؟ او مثلا اسماء باوع شكيب ليش؟ شنو السبب؟ خلينا ناخذ مثال، ليش ما يحشي مثلا هسه طبيعي مثلا جوعان جوعه؟ طيب صح. مو خلينا ناخذ مثال استاذ حسن حسني ايه بذئاب الليل، هسه انت حتى اذا تشوف هسه ذئاب الليل اللي صورناها قبل 32 سنه راح تشوف انه بيا سنه صورته بال90 89 89 يعني من تشوفه تقول زين ليش بيهم هسه دا يمثلون هالشكل؟ لانه اكو مخرج ورا العمليه. صح. المخرج اساسا هو ممثل، اساسا هو عنده انتقادات للاخر، وبالتالي ما يريد يوقع هو بهذا المطر. صح. احنا ليش مو قاعد على مونيتر؟ لا اساسا المخرجين عندنا يعني انا اشكل عليهم انه غير متطورين. ليش؟ لانه ما عندهم مشاهدات لما وصل اليه العالم بالدراما. بيش ملتهين؟ ملتهين بانه كيف اخذ هذا العمل الي، شلون اقنع المنتج بان يعطيني هذا العمل، شلون انافق على افلام، شلون افيد الحرب. اكو نفاق بالوسط استاذ؟ اوه 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 نفاق وتهشيم. زين استاذ حسن هي يعني مخرج مثلا، مخرجين مثلا يجيب الممثل اقول له يعني مثلا يعني المفروض مو فقط صوره، المخرج كل شيء حتى يدخل لو نجم اسمه هم مثلا، ليش هاي السلو موشن بالاداء؟ الاسماء مثلا استبراق ما احترمنا كل اسماء يعني شكيوه، بس هاي مثلا هاي الاسماء هسه الحديثه الموجوده مثلا، او مثلا اصور مدينه الصدر مثلا هم يسمون علي وحسين وعباس، مثلا اصور عمل بهاي الاسماء اللي معروفه سطام مثلا هاي اكو واقعيه حياتيه. صح. ليش مثلا دائما الاسماء استبرق شكيب باوع هاي ليش هيك اوفر بالاداء؟ ممتاز. شنو السبب؟ لانه اكو جاب كبير، فارق كبير. هذا الجيل القديم اللي ما نعرف وش وقت الله ياخذ امانته ويخلصنا. ليش؟ لا الله يطول عمر منيح. الله يطول عمر الزين. ايه الله يطول بعمر الزين. والله يسهل علينا. ايه؟ انا اقول علينا ليش؟ لانه انا جزء من الشباب. انا جزء من الشباب وداعم بشكل لا يصدق لهؤلاء الرائعين، لانه هذول من رمادهم نهضوا. صح. بلا شيء. صح. من رمادهم نهضوا. صح. اكو محاربه للشباب من قبل الكبار. اذا ما منطي فرصه فاذا انت محاربه. صحيح. بكل بساطه. صحيح. احنا يعني صارت عندنا مع بعض القنوات فرضنا الشباب. إيه؟ لانه دخلنا باشياء جديده بسلاح جديد. صح. مثلا مسلسل الهروب. الهروب الكاتب شاب والمخرج شاب، ولهذا المخرج ليش دعمنا؟ عانى من الكبار بالنسبه لاعطاء الملاحظه، ومع هذا لا صرنا وياه عاني، ولهذا حصل المخرج هو ابو العمل، ولهذا برافو عليك، ولهذا حصل على النتيجه المتوخاه بالتمثيل الحديث. جميل. مثلا عندنا مسلسل اسمه المنطقه الحمراء باداء جديد، كنت انا مساعد المخرج شؤون الممثلين، يعني انا اللي يسموه كوتش اكترز، المدرب الممثل. المدرب وبالتالي هذا المسلسل وصل ان يكون سابع
في سابع مسلسل درامي في الشرق الأوسط. نجحنا بمال جوجل، موقع جوجل. لا اكو بال تسوي هو بهذا هو مال جوجل هم ايتي بالعربي ايتي طن برسلان اخذ الثاني، طيب اخذ الاول يعني تخيل. تحياتنا للاعلام رسلان حداد باقي الجو منكم كلكم الحكي بينا عاد خلينا نحكي بخت ايوه طن برسلان اي اي هاي ايوه عاد اي ترى باقي الجو الحكي بينا اي صدق يعني ماكو عراقي ما شاهد هذا. انا ذاك اليوم اقلب لقيت بالفلبين فلبينيين وهاي وطالع صورتي وانا وهاي حتى الفلبيني ايش عنده وياهم قاومهم داقهم قنوات الاندبنت البرط قنوات العالميه كلها اوداعتك اوداعتك رسلان احنا ناس مؤثرين الحمد لله وشكرا. احنا كعراقيين بكل شيء تعال جيب مجال التاريخ جيب مجال الادب جيب مجال الشعر صح. جيب مجال الروايه صح مؤثرين جيب صح. مجال الدراما صح. حتى القديمه بزمن هالدار صح يعني منو منو ها ده يعرض لحد الان بالسعوديه مسلسل تعليمي اشتغلت بال 84 حلو اسمح لي الكلام ده يعرض بالسعوديه استاذ حسن ما شاء الله يعني عطائك كبير و يعني صغير وتشتغل يعني اذا سمت بال 84 بال 84 انا مشتغل احلى الكلام اللي هو ابجد هوز حطي كلام لحد يعني الان ده يعرض من جديد هذا المسلسل بالسعوديه كبرنامج تعليمي حلو. ما اجى غيره حلو ايش قصوا ومحاولات افتح يا سمسم كلها ما نجحت شوف البرنامج الوحيد اللي لحد الان يعرض احنا بحاجه مو فقط انك كبار مشاهدين نباع اعمال ومثلا تخدمنا وتثقفنا حتى الاولاد مثل هسه الاولاد هاي الوجبات السريعه اللي تعلموا عليها هاي تكسير الالعاب تجيب له لعبه يكسرها قبل احنا يجيبون لنا لعب انا بالسادس ابتدائي وارد اشتري هندسه هاي اللي عليها خرطه الوطن العربي يعني هسه تجيب له لعبه ب 30000 ب 50000 يكسرها بدقيقتها منين يتعلموا هاي الاولاد خلال يشاهدون يوتيوب فهم هسه احنا بحاجه انه اعمال تثقيفيه لاولادنا يشوفون اعمال مثلا يعرفون من مثلا حلو من يعرفون مثلا شعراء المعلقات يعرفون الادب يعني والطفل يحفظ ما هو شنو المنظومه شيء يكمل شيء ما يفكرون حتى بالاطفال يعني بس احنا بالله اوكي بس الاطفال يعني قبل كانت وزاره التعليم المدراء الاوصلاء معلي الذين الغير مؤدلجين كانوا حطوا قانون ما بين وزاره التربيه وما بين التلفزيون العراق الاول فكان اكو فتره العطله فتره العطله اكو الفتره الصباحيه يسموها ايه بهاي الفتره يطون الى التلفزيون انه شنو المطلوب فكنا نسوي برامج موجهه للطفل صح كان يقابلها بالمدرسه يكمل ما نقدمه بالتلفزيون ورا ما تخلص يسموها العطله الربيعيه وبالتالي منظومه متكامله صحيح. بينما هسه تعال ما عندنا اي منظومه ما عندنا لا اكو اتفاق ما بين التلفزيون ولا اكو اتفاق ما بين كل من يغني على ليلاه وهذه كارثه يعني بده يوقع بها المواطن صح. والدليل انه طفلنا ده يكبر وهو بيه شيزوفرينيا صحيح مريض نفسي والله صحيح انفصام بالشخصيه الاغلب هسه توحد ليش؟ ليش؟ لانه ما قاعد ما عندنا مهني بس هي الاهل هم حقها تخاف على ولدها حتى مثلا يحتكون او سبب انه مو فقط انه يخاف عليه حتى يطلع برا مو فقط انه مثلا عرض اشياء مهمه وثقافيه للطفل لكن الوضع العام حق ولهذا شوف اكو باليوتيوب يعني مثلا بالسويد بنتي عشوقه عمرها 6 سنوات الله يحفظك فرضوا علينا تشاهد اليوتيوب المخصص اللي ما بعنف اللي ما بي ساعة. اي ما بي اساءه اللي ما بي كلام بذيء صح اللي بي انه شلون تنام من وقت تشرب الحليب كلها من الجو للعراق يعني استبشرت خير انه راح اجيبهم خلاص بقوا 3 اشهر عشوقه فلت من عندها الالتزام فلت لقاء فلت لقاء ففتحت ما تدري فتحت راح على شيء اخر رغم انه مخصص للاطفال راح على شيء اخر قدامها قضيه قتل او ضرب البنيه بعد ما نزلت من البيت اوف ما نزلت من صدمه البيت. هاي انصدمت بقت بس قاعده بالبيت مباشره قلت لها خلاص خلي احجز لكم رجعوا اوه ارجعوا لانه الوضعيه مو صح صح البنيه
صدقا رسلان صدقا بحيث قامت تدخل يا اللي تقرب من عندها من اصدقائنا. زين انت سعدك جنسيه سويديه ودز بنتك او عائلتك للسويد، احنا حتى جوازات ندزهم السوق العوره ناكل فشافيش وعصير بطيخ ونرجع، ايش نسوي؟ احنا مبتلين مبتلين. دشوف احنا مبتلين، لا خلصنا من اللي يريد يأدلجنا لا خلصنا من اللي يريد يأدلجنا ولا خلصنا من الفاسد اللي يريد يبوقنا. العظة بالجلال نعتهن. سؤال أخير بهاي الفقرة، شو تحب تسمع إلى المرحوم خالد حمزة زغير لو المرحوم جاسم نوين؟ يعني ما بين دولة لا هو القريب إلنا دائما، يعني القريب إلي المرحوم رحمة الله على روح حمزة زغير الله بس يحسك بحزن عاشور بطعم عاشور بصوته. مو احنا عندنا لون نجفي خاص بينا، ايه ملا وطن، يعني الشيخ فاضل ملا وطن، ملا وطن بخالة امي. اها اي نعم، هاي معلومه ملا وطن بخالة امك الله يحفظك. وبخالي عزيز ابو عزيز شريف القرعاوي شاعر حسيني ايضا الله. وصاحب شعلان هو نسيبي ايضا شاعر حسيني حلو. فالطور النجفي طور ملهم طبعا طبعا هذا شيء متهن طور بيرك يعني كلش احب الطور الكرملي بفخامه بضخامه هو فخامه ايه طبعا يعني الثلاث دقات هاي الرده النجفيه اللي ايه طبعا الثلاث دقات مالتنا يعني معروفه يعني الها صح الها الها ربط بالطخماخ صح والقيمه النجفيه. استاذ حسن الحوار ممتع وياك، عندنا فقره شنو رايك لكن بعد الفاصل. وصلنا إلى فقرة شنو رأيك، نجدد الترحيب بنجمنا حسن هادي حبيبي. راح نعرض لك صور وتطر رأيك بيها. حاضر. العلم العراقي، هاي ثابتة هاي الفقرة الصور اللي موجودة. يعني كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرامة عظيمة طبعا، كرامة عظيمة جدا لا تقاس ولا تبدل بشيء إطلاقا. هذا الرجل الكريم بكل شيء أعتقد منحنا عاطفة كمسلمين عظيمة جدا صح. فأعتقد إحنا بهذه العصور التي أتت بعد العصر الذي عاشوه المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصور فيها انتماء عالي، فيعذرني رسول الله صلوات الله عليه أن أقول هذا فداك أمي وأبي. الله الله الله. عذرا للرسول الأعظم، عذرا للرسول الأعظم، لأنه من أشوف الحمار دم الشهداء ودم اللي راحوا ضحايا كثير، من أشوف البياض أشوف نقاء القلب العراقي، قلوب العراقيين صح، من أشوف الخضار كرامات أهل البيت سلام الله عليهم، سلام الله عليهم، من أشوف السواد كثرة النخيل الموجودة بالعراق اللي هي لا توجد في أي أرض بهكذا كثرة. شكرا أستاذ حسن المخرج والممثل حسن حسني الملهم الرائع الأستاذ حسن حسني سميوك. ممنون ممنون لأنك علمت صح، اجتهدت بأن تكون هنالك دراما عراقية جديدة من خلال مسلسلاتك واللي أهمها مسلسل ذئاب الليل، حتى الاعمال اللي تبعتها حتى اللي تلتها ايضا تركت انطباع. تحيه كبيره للمخرج والفنان حسن حسني. الامام السيستاني طولة العمر وهذا الحب للعراق اولا وللدين ثانيا، هذا الاهتمام بالفرد المسلم بالانسانيه جمعاء، هذه الانسانيه المطلقه، يكفيك فخرا أن الجميع يأتي كي يسلم عليك ولا تذهب لأحد. الله جميل. صديم طاغية ليش؟ الله ليش؟ ما تقول لي ليش؟ 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 صدق هي ليش؟ ما يعني يعني شو تقول؟ هدام دكتاتور كلها ما تفيد، فماكو غير تختصر كل هاي التسميات. ليش لعبت بينا لعب؟ ما نستحق الله على الظالم. ما
مطار بغداد دولي يعني شوف كل ما يعمل الآن للمطار، ولكن مع الأسف أنه لا زالت هذه المديرية أو هذا القطاع فقير جدا، وسواء إشكالية وسمعة غير طيبة في بلاد أوروبا، بحيث الآن الخطوط الجوية العراقية ممنوعة من دخول الدول الاسكندنافية، وذلك لمخالفتها الشروط والقوانين. جميل، أنت وايد طير أستاذ حسن، وايد طير. طبعاً طبعاً، ولهذا مع الأسف أنت سندباد، تقدر تقول يعني لقبت مرة بالسندباد، وحتى اشتغلت عرض من عروض المسرحية في السويد، الرحال السندباد. حلو جميل. الاحتلال خلصنا وما خلصنا؟ شلون خلصنا من الطاغية وما خلصنا؟ ما خلصنا منهم لحد الآن، موجودين بيناتنا ودي أذونا في بعض الأحيان ينتهكون سيادتنا. فمع الأسف أنه بوجود الخروقات فيما بيننا، بعدم تقبل الآخر، شو قد نتكاتف؟ أكو أمل؟ ماكو أمل؟ ما هو شوف، هو يجي الأمل لو أنك فقط تصالح مع نفسك. هو يجي الأمل أنك فقط أنه ما تفكر بجيبك أكثر ما تفكر بعرضك. وجوده هذا يدل على أنك عندك إشكالية بالحفاظ على عرضك. عندك إشكالية. جميل، وهذه مو صفة العراقي أو المسلم. شكراً أستاذ حسن حبيبي. شو تحب؟ أكيد أحبتي المشاهدين مستمرين وياكم، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من انجح واربح بأسئلة ثقافية، لكن بعد فاصل. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. هسه وصلنا إلى فقرة انجح واربح. كل سؤال أسئلك إياه وتجاوب عليه، أنطيك حرف من رمز عراقي، بعد ما تجاوب على الأسئلة تكمل عندك الحروف تعرف هاي الشخصية، وفي نهاية البرنامج في الحلقة 30 منو أكثر صاحب أكثر إجابات صحيحة نستضيفه ونحتفي به. فراح أسألك أول سؤال، من الشاعر الذي كتب قصيدة القارورة للملا باسم الكربلائي؟ ما أعرف. جميل جدا. السؤال الثاني، من أي شيء تم صناعة أول بطاقة دخول مسرح؟ أول بطاقة دخول مسرح؟ من أي شيء تم صناعة أول بطاقة دخول مسرح؟ غير من الورق؟ لا. جميل. السؤال الثالث، ما اسم الطائر الذي يأكل النحل وغنت له فيروز؟ ما أتذكر. جميل. شو الأسئلة؟ إيه طبعا. بس زيانة. إيه. أسئلة صدق يعني مستفزة. إيه. طبعا. زيانة. يعني إنه بنخلص من رسالة. وأنا ما نخلص من الطنب اليوم لو يجينا. بس زين. شوف أنا أقول هذا التحول. إيه. أنه دائما مو على منظومة واحدة. إيه. لا هيك. إيه. إحنا دراماتنا هيك ماشية. ما هي أنا وبالمناسبة غيرك ضيوف أساعدهم، لكن أنت ما أرد. إيه غيرك يعني يكفي متعتي الكبيرة إنه إيه. بهذا البرنامج معك يا رسول. إحنا مستمتعين بك. الله يشهد. وخصوصا قناة الأيام. في الدول وجهك. لأن أعتبر قناة الأيام القناة المحببة إلي، ولهذا دائما أشتغل بها لمدة 3 مواسم وأربع مواسم. نتشرف بك. حبيبي. السؤال الرابع، ما هي المناسبة التي نحتفل بها في 15 من شعبان؟ أنت ليش تسألوني هالسؤال؟ الخامس عشر من شعبان. مولد رفيق القرآن. مولد ليش تحرجوني؟ هسه إحنا من يجي اسمه نسوي هيك. علي. من يجي اسمه نسوي هيك. يقول عجل الله فرجه وسهل الله. سلام الله عليك سيدي ومولاي. سلام الله عليك سيدي ومولاي المهدي المنتظر. أبا صالح عليك. السلام عليك يا أبا صالح المهدي. سيدي ومولاي الحاضر والغائب. أنا أعتذر. لا لا بك البركة. راح أعطيك حرف، هذا حرف ألف. ألف إيه؟ نعم. ما هو العرجون القديم؟ العرجون القديم أو العرجون القديم؟ العرجون القديم. العرجون القديم ما أعرف. الجواب هو عثق التمر
بعد الياباس العرجون القديم. العرجون القديم شكرا. ما هو الرند في دول عمرك؟ ما هو الرند؟ الرند الرند ما أعرف. نوع من أنواع ما أعرف. تمام. تدري كلمة لا أعرف هي نصف الجواب بالنسبة لهذا السؤال؟ لا لا كلمة لا أعرف. إيه لأنه لا أعرف العرفانيين والمثقفين والكتاب يعني حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير البلاغة يقول الإنسان الذي يقول لا أعرف هذا نصف الجواب معناها لأن هو المليان يقول لا أعرف يعني أحب أعرف ما يحذى الضجيج يظل يجيبها منه ويحطها منه عاشتيدك طبعا حبيت. بس الرند شنو يعني؟ نوع من أنواع الزهور. شكرا جزيلا للمعرفة. في دول عينك. السؤال السابع اذكر أحد شهداء الطف مدفون بضريح الإمام الحسين عليه السلام مسجل الزهور. أحد شهداء الطف؟ إيه؟ مثلا اي يعني من غير عائلته من غير اولاده اي طبعا اصدقاء من غير اولاده اي طبعا مسجل الزوار يعني حبيبنا مضاحي حبيبنا مضاحي شيخ الانصار شيخ الانصار صح مسلم بن عوسجة كثيرين بس هو يعتبر حبيب هنيئا لهم مسجل شيخهم. حبيبي شيخهم شيخهم وكهلهم الجواب اللي هو شخصيه رمز العراقي اللي انت ما اي سؤال بس فقط سؤال واحد اللي هو رمزنا الشاعر الله يطول بعمره مظفر النواب ربي يطول بعمره الله يطول عمره هذا الاسم المهم هذا الاسم المهم بالعفو استمتعنا بك استاذ حسن جدا وكنت شاكر. مثقف حد للثقافه ورائع وضيف استمتعنا والجمهور اكيد استمتع ويعني ما اعرف ايش اقول لك التزم الصمت بحرم الجمال الله يحفظك انا بس حبيت اقول شغله شكرا لهذا البرنامج الموضوعي جدا في دول عمرك لانه بمعرفه بفسحة أنك تخرج مع عندياتك أنه بدون التعدي على الخصوصيات ما نحب نتجاوز بالخصوصيات وإحنا برنامجنا حسيت بفسحة رائعة منطقية للوطنية العراقية اللي يريدها في دول عمرك بكل مجالاته فأني أشكر بداية من أخي بالإعداد مرورا بخلف الكاميرا كل شكرا جزيلا لأصدقائي سعد الأخوة كلهم مصورين وصولا إلى سعد المبسط وقاعد وصولا لك رستان جزيل حبيبي استاذ حسن اني انت افتخر انت اعتقد طريق متفرد في دول الاعلام واقول طريق متفرد لانه نحتاج الى ان ننزل الى الناس لا نتعالى عليه في دول عمرك بالاعلام بالدراما بالسينما هذا اللي اطمح له الله يشهد ان لا نتعالى ننزل واذا اكو مشكله عد جمهورنا الرقي من ينتهي أن نكون خلفات كإداريين إحنا ما وجدنا أجيبها هنا إلى إدارة السينما والمسرح نحن لسنا بخلفات بناء نحن موجودون من أجل أن ندعم الفنان العراقي حتى يرقي المجتمع وياه صح. والشكر موصول أيضا لهذه الحاضرة طبعا حتى ما يقولون أستاذ حسن مو قصده يسيء لخلفات البناء أطلاقاً. كل المهن كل المحترمة. مجاهدين ومحترمين طبعا واحنا عندنا احنا خيره الخلفات اللي الوحيدين بالعالم اللي يشتغلون متشفقين والله ماكو غير الواجهه تخبل هي من طابوق لكن هي ويعمل طابوق لكن هي جميله جدا لكن نحت انت في مجالك هنا كاداره للمسرح وللسينما كاداره انا لا اتعدى على الشخص انا اتكلم بمهنيه عاليه كل الموجودين بالاداره هم اصدقائي وجودك في الإدارة هو ليس من أجل أن تكون خلفة بناء وإنما أن تكون خلفة فن أحسنت شكرا جزيلا شكرا لك أستاذ شكرا لك حبيب قلبي وتحية لك بحجم إبداعك والشكر موصول لكم محبة المشاهدين شكرا للمتابعة في أمان الله